أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: امرأة إذا أصابها الملل والسآمة في المنزل قالت لزوجها: مللت من المكث في البيت، أخرج بي حتى أروح عن نفسي، فهل قولها هذا مخالف لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن؟ لا، إذا خرجت متسترة ومع زوجها وتريد أنها يعني توسع على نفسها لا بأس بذلك، هذا من المباحات، لتكون متسترة وتكون مع محرمها ولا تذهب لأمكنة اللهو واللعب، وإنما تذهب إلى البر أو إلى مكان نزيه، في بأس، ولا يتعارض مع قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، لأن المرأة تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها، هذا من الحاجات المباحة، تخرج لها